تعالوا بقى نروح لكلام مهم بقى عن قصة السوبر. الحقيقة أنا برفع القبعة لمجلس إدارة النادي الأهلي على خطابه بخصوص السوبر، وهقول لحضراتكم ليه. لأن اتحاد الكرة لم يعلن حتى الآن إلغاء بطولة السوبر بشكلها القديم، ده أول حاجة. إن الأهلي بيحمل لقبها طبعا بعد الفوز على بيراميدز في الموسم الماضي، لو فاكرين نادي الزمالك كان قرر عدم المشاركة قبل اللقاء ب 48 ساعة بس، بيومين اتنين بس، واتحاد الكرة قرر استبداله بنادي بيراميدز، والمباراة اتلعبت في الإمارات وفاز بيها النادي الأهلي، ودلوقتي الأهلي لازم يرتب نفسه للموسم الجديد وبيستعد وبيحط برامج التدريبية اللي بيعملها مارسيل كولر. وبما إن اتحاد الكرة لم يعلن إلغاء بطولة السوبر القديمة اللي الأهلي حقه إنه يسأل عن الميعاد والمكان ولوائح البطولة وجوائزها المالية كمان، وهل لو اتحاد الكرة غير نظام البطولة أو لأ، لأن لو أنت ما غيرتش نظام البطولة أو لغيت القديمة وهتستبدلها ببطولة جديدة فلازم تطبق اللوائح، مفيش حاجة اسمها اللي فات مات. الأهلي بالخطابين اللي أرسلهم لاتحاد الكرة بيضع كل المسؤولين في الاتحاد أمام مسؤولياتهم. الأهلي بينور لمبة كده لاتحاد الكرة بيقول لهم خلي بالكم، عايزين ساعة كاملة للمدرجات في الموسم الجديد، وعايزين نعرف البطولات الموسم اللي جاي شكلها إيه واللوائح فيها إيه. دي حاجة يشكر عليها ونرفع القبعة فعلا للنادي الأهلي اللي فعلا نور لنا لمبة المفروض كلنا نبص عليها دلوقتي. البطولة بطولة السوبر التقليدية اللي بتتلعب بقالها سنين، بطل الدوري وبطل الكاس بمباراة واحدة، واللي بتتلعب في الإمارات بقالها أكتر من سنة، حوالي 3 سنين أو 4 سنين بتلعب في الإمارات، فبالتالي لازم نعرف البطولة دي مستمرة ولا تم استبدالها بالبطولة الجديدة. الاتحاد ما أعلنش حاجة، فطبيعي إن النادي الأهلي يسأل، وطبيعي إن إحنا نستفسر ونشوف إحنا رايحين لفين، هل البطولة دي شكلها مستمر ودي بطولة جديدة، ولا انت لغيت القديمه والبطوله الجديده ديت هي اللي هتحل محلها؟ طب واللوائح بتاعه البطوله القديمه والاجراءات اللي انت خدتها ضد النادي اللي ما شاركش في البطوله اللي فاتت؟ كل الكلام ده دي تساؤلات بيطرحها النادي الاهلي ولابد من الاجابه عليها من اتحاد الكره، واتحاد الكره هو اللي له الحق انه يرد عليها الحقيقه.